طب باشمهندسة رندا، انتي قلتي حاجة، مها سألتك حاجة وانتي رديتي قلتي حصل لي كبوة في حياتي، هي دي اللي خلتني ايه اقوم واعمل كده. بصي، انا كنت شخص ناجح جدا، اتجوزت وانا صغيره في الكليه وخلفت وانا في الكليه وكملت بقى خلفه واتغربت مع بابا الولاد، وبعدين رجعت وحصل يعني انفصال وكده، وفي حاجات كتير حصلت لي، فتعرضت يعني لسقطه نفسيه، يعني حاجه هدتني جامد يعني، وابتديت بقى اتعالج من اكتئاب، ويعني زي ستات كتير حصل لها كده في مصر وشايفاها كتير. وتعرضت بعد كده، لان انا ما كانش عندي اكسبيرينس خالص في حياتي، فتعرضت لكميه صدمات مرعبه. انا يعني انا اتخطبت 19 سنه، فما فيش اي اكسبيرينس خالص خالص خالص، فلما واجهت الحياه كنت يعني لسه بمخ 19 سنه، فانا متخيله ان الناس جميله وطيبه وحلوه وامارات، بس طلعوا مش حلوين خالص، اغلبيتهم مش حلوين. فطبعا صدمات صدمات صدمات، فابتديت اخش في اكتئاب رهيب. وبعدين انا ما اتعودتش ابقى فاشله، فقررت ان انا لا، هو انا لازم هقوم. فقومت نفسي يعني، وبعدين كان عارفه في وجع قلب انت عايشه بيه، بوجع قلب وجع قلب وجع قلب، فانت عايزه تودي يعني عايزه، انا مش انا ما عمري ما كنت. ازاي طيب ساعدتك الرياضه دي؟ لا، الرياضه بصي، انت لما تصحي الصبح تروحي تعملي، بس انا هقول لك، انا بسالك ليه كده، لاني كلنا، كل الستات مصر والعالم العربي، العالم كله بيعدوا، يعني كلنا انت بتمثلينا كلنا، انا عارفه كل حد بيعدي بحاجات كده، بس في ناس بتروح لطرق بتتدمر اكتر. انا شايفه حد ناجح ما شاء الله، وحد بصي وقف انا على كل رجله اللي فكرت تاني، فيه، فعشان كده نفسي ننقل ده للناس. بصي اقول لك حاجه، كل اللي فكرت فيه ساعتها انه انا مفيش حد هيقومني، وبعدين كل ما بتوعي اكتر كل ما الناس هتدوس عليكي اكتر، كل ما هتتداسي وهتتفرمي، مفيش حد عنده رحمه خالص يعني. فهي الحل ان انت اللي تقومي نفسك، مفيش حد. عايزه توعي اوعي شويه بس، نفضي نفسك كده وقومي، محدش هيقومك، ملهاش حل. لازم الواحد هو اللي يقوم لنفسه ويثبت لنفسه ان هو يقدر، ومش بيثبت لحد، هو لنفسه يعني. انا الموضوع كان تشالنج لنفسي، انا هقوم اقف تاني، انا هرجع تاني هذا الشخص الناجح من اول وجديد، وهبهر نفسي قبل ما ابهر اي حد. الله. واثبتت لعيالي كمان انه على فكره انت تقدر تقوم، تقدر تقف مهما وقعت. طيب يعني مهندسه رندا، يعني كلميني اكتر عن الاسره، اولادك اعمارهم قد ايه؟ كام بنت كام ولد؟ دورهم كان ايه معاكي في رحله الاستشفاء الذاتي، في رحلة ان انا اقوم اقف على رجلي مرة تانية، في رحلة ان انا اتعافى من جروح الطفولة، من جروح الزواج النهار، من جروح حاجات كتير قوي؟ لانه دايما انا دايما يعني احنا دايما بنبقى رسل لبعض. صح. يعني احنا احنا لازم احنا اللي نتشافى وناخد هذا القرار، ولكن اما بناخد القرار ده وننوي، ربنا بيطلع لنا بقى الجايدز، او بيطلع لنا المرشد او المرشدين اللي هيبقوا معانا في يساعدونا في الرحله، بس مش هيقوموا بنيابه عننا بدور الرحله. 100% صح. فانا عايزه اعرف الاولاد دورهم كان ايه في المحنه دي معاكي؟ عايزه اعرف كام ولد كام بنت اعمارهم؟ عندي بنت 22 سنه ما شاء الله، وولد 20 سنه، وبنوته ثانيه 17 سنه. ما انا بقول لك انا ابتديت الرحله بدري قوي. طبعا لما حصل لك الانهيار ده، طب وشايفه ان البدايه بدري دي كانت غلط؟ ان انت بداتي رحله بدري؟ ما بقدرش اقول غلط على اي حاجه، اللي ابتدى متاخر فيه غلطات، واللي ابتدى بدري فيه غلطات، وكل حاجه فيها دروس يعني. كل واحد له قصه حياه، وهي ات واز مانت تو بي، فهي انت بتتعاملي على المعطيات اللي عندك، على اللي ربنا اداهولك، وبتحاولي، وليكي اخطائك وليكي كبواتك وليكي حاجات. ازاي بقى صندوقي ازاي في نقاط التحول في رحله الاستشفاء؟ بصي، هم استحملوا معايا كتير في اوقات انا كنت انا مش قادره خالص يعني. فيا حبايبي، طبعا اهلي سندوني، طبعا الحمد لله يا رب يعني، امي سندتني جامد، هي وابويا، وفي نفس الوقت عيالي كنت اوريدي انا عديت مرحله كبيره قوي معاهم في التربيه، فالحمد لله ربنا يعني حماهم وحفظهم، ونتيجه تربيتي اللي كنت ربيتها لهم في هذه الفتره الطويله الحمد لله سندت معايا برضو الحمد لله. فما كانش عندي مشكله الحمد لله في العيال، لان هم كانوا ستيل عايشين معايا، الدنيا مستقره، احنا مستقرين يعني كفاميلي، احنا مع بعض وعايشين. في الاول ما كانوش فاهمين، ابتدت تلعب رياضه اوكي يعني، يا مامي بتحب كده اوكي. بعد شويه ابتدى التمرين يبقى زياده قوي 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 قوي،
ابتدوا يبقوا مش فاهمين يعني احنا طبعا احنا لازم نكلمك في التمرين الاول عشان تركزي وبعدين لان كان بتيجي ايام انا بتمرن لايك هل يعني انا يعني أيوة. مش عارفه اركز في اي حاجه تانية تمرين 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 وبعدين بعد شويه بقى لما نجحت يعني بقوا باصين لي بصه يعني انا ممكن ابني يجي يسالني هو ازاي اعمل كذا يعني دايما بيجي ياخد رايي في حاجات عشان بقى شايف ان انا رول موديل مثل اعلى طيب يعني هو شايف ازاي انجح ازاي اعمل